طبعا نتابع مع حضراتكم ما حدث منذ وقت ليس ببعيد. للأسف حدث ما كان العالم يخشاه، وبدأت عملية عسكرية من جانب روسيا في منطقة دونباس الأوكرانية. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني خلال حديثه منذ قليل إلى إلقاء سلاحه حتى لا يكون هناك أي إراقة للدماء، وأنه لو حصل هتكون مسؤولية النظام الأوكراني. روسيا قالت للعالم أنها لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكن في نفس الوقت لا يمكنها القبول أو قبول التهديدات الآتية من كييف. تحية جمانة، العالم كله استيقظ النهاردة على العملية العسكرية اللي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدينة دونباس، وأكد بوتين أن الملابسات بتتطلب يعني عملية عسكرية لحماية الشعب. وقال الرئيس بوتين كمان أن صدام القوات الروسية والأوكرانية حتمي، والمسألة مسألة وقت. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع يوم الاثنين اللي فات على مرسومين بيقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ 2014. طبعا هذه الحلقة هتكون حلقة استثنائية عشان نقدر نغطي مع حضراتكم هذا الحدث، ونقدر نقرأ بوادر العملية العسكرية التي قامت بها روسيا من ساعات قليلة.